عشية الانتخابات النيابية في لبنان، تدخلات ورشا وضغوط واستقدام مغتربين، استخدام فاجر للأجهزة الأمنية، الرئاسات والوزارات والإدارات الأساسية تتحول إلى مكاتب انتخابية، إشكالات أمنية متكررة، ما استدعى الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات إلى عقد مؤتمر صحفي وإطلاق تقريرها الثاني من مراقبة المرحلة التمهيدية قبيل الانتخابات. يأتي التقرير الثاني للجمعية مترافقا مع تزايد الانتهاكات العامة المؤثرة في ديمقراطية العملية الانتخابية، سواء لجهة استمرار الوزراء المرشحين بالإمعان في استغلال نفوذهم لغايات انتخابية، أو لجهة ارتفاع مستوى التدخلات الخارجية بالعملية الانتخابية وتزايد دور المال السياسي، مساعدات ووعود بالرشا واستغلال لموارد الدولة، كل ذلك في غياب الدور الفاعل لهيئة الإشراف على الانتخابات. كمان التقرير عم بفصل استخدام موقع وزارة الداخلية والبلديات للترويج للمرشح نهاد المشنوق بصفته مرشح مش بصفته وزير للداخلية. كمان بنفس الوقت عنا كمان مؤتمر سادر وان والتدخلات الخارجية اللي كتير واضحة. السؤال المطروح، من سر هذا التوتر؟ وهل هو تعبير عن تراجع شعبية هذا التيار أو ذاك؟ هذا التيار الذي يقدم نفسه تيارا ليبراليا انتكس انسحب، وبالتالي أصبح يرفع لواء اللفظ الطائفي، الخطاب الطائفي، البرنامج الطائفي. بدون شك هذا دليل قلق ودليل خوف على أن الأمور غير محسومة له في العديد من الدوائر الانتخابية من الجنوب إلى العاصمة بيروت وإلى الشمال اللبناني. أرقام قياسية في الخروق الانتخابية، ولا من يسأل ولا من يجيب. كل من يعترض لدى رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات يأتيه الجواب بأن الهيئة تفتقر إلى الصلاحيات، فلماذا؟ هذه اللجنة تابعة لوزارة الداخلية، ووزارة الداخلية يشغلها المرشح الوزير نهاد المشنوق، فلذلك لا أعتقد بأن هذه اللجنة سوف يكون لها عمل ما على الأرض، وبالتالي تصدي ما لهذه المخالفات. وأعود وأكرر هنا، ربما واحد من أهم المخالفات التي يمارسها الفريق الذي ينتمي إليه الوزير نهاد المشنوق هو التحريض الطائفي المفتوح. حملة الجنون الانتخابية المتمددة أفقيا من منطقة إلى أخرى، والتي تتشارك فيها الرئاسات والوزارات وكل مكونات السلطة وأجهزتها الأمنية، لا تجد من يوقفها في لحظة إقليمية دقيقة لا تحتمل المغامرات أو أي تفريط بالأمن والاستقرار. كلما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي تشتد المنافسة ويعلو سقف الخطاب التحريضي لدى بعض القوى السياسية، لتطفو على السطح حملات التهجم على بعض المكاتب الانتخابية والمرشحين المنافسين لتيار المستقبل، ما يدل على ضعف بعض قوى السلطة من إقناع واستعادة جمهورهم الذي انقسم باتجاهات مختلفة، ما يضعف لوائحهم ويرجح افتراضية الخرق في العديد من الدوائر. من بيروت، حسين عياد، قناة بلادي.